مش باين حاجة. حدث في المول. طب كل يوم ليه؟ يلا. لو وصلنا لوحد من ورا العدد دي بس فيها ولاية فيها السكتينيس. كلمة تلات ولاد اللي كان في ثلاثة ليه؟ العدد اللي هي دي اسمها بلانتيرس. يبقى البلانتيرس دي عضلة دي اوربت. فبتشكل فص اسمها اوبليتيا فص. الناس تبص بقى هنا شلنا الجاستروكينيس. الفرق بين الصورة ديت فيها جاستروكينيس واللي شلنا الجاستروكينيس. لما ببص على الباك بقى الاقي في ايه؟ هلاقي عضلة اسمها بلانتيرس. وانا بورجي من ايه؟ اللاين اسمه ميدا سوبر كوبايا لاين واللاين ده اسمه لاتر. اللي بيبص على البيك روتيني جوينت هنا في ليجامنت كمان كان بيجي من السفن بلوز. السفن ايه ليجامنت ده لو تفتكروا؟ اوبليك موبيليتي ليجامنت. انا تفتكروا ليه؟ عشان لما تبص على العضله دي اللي اسمها بلانتيرس تاخد من اللور بار لور بار لور بار بتطلع بعد كده لا تحت سوبرا كوندالري وكمان منين يا اولاد من الليجمنت التخنق ده اسمه اوبليك وبليتا ليجم البلانتيرس تنزل حتى لحمه صغيره والصغار يمشي العضله دي اللي اسمها اني عضله سوليدز المفروض يبقى متغطي بعضها اسمها جاستروكنيز وبالتالي نسال سؤال The only structure الحاجة الوحيدة اللي ماشية بين الجسد والكيمياء والسوليس تبقى اني عاوز اقول لما كده بلانتيرس بتندر تحت تندر بلانتيرس مصيره ايه تحت؟ لما انزل تحت الاقي التندر عمل كده يا اما مع التندر كالكينيوس يا اما الانسكشن ميديا للتندر كالكينيوس بعضلة الكالكينيوس يبقى الانسكشن بتاعها يا اما مع التندر كالكينيوس اللي هو التندر اللي كنا بنقولها التندر يا اما يعمل سيبريت انسيرشن اسمها العضله دي سميتها بلانتيرز هل كلنا عندنا بلانتيرز؟ انا نيبي بريزنت نيبي ابس العضله دي نيرف سبراي بتاعها التيبيا نيرف اللي ذاك التيبيا نيرف كان بيدي عضله اسمها بلانتيرز وبليتيرز وجاستروكنيوس وسوبرفيشال بتسكين سوليدز وبالتالي نيرف سبراي بتاعها مين يا ولاد لما كده التيبيا نيرف اكشن العضله دي بتعمل فيري 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 ويك فليكشن شكرا قالوا في ريك فليكشن لمين ومين ولاد التو جوينتس اللي هم مين ومين الني جوينت والانكل جوينت العضله بقى في الصفحه المقابله لو انت بتتابعني في بدايتها قبل ما يشرحوها اورجن سيرشن نيرف سبلاي اكشن كانت قلنا عنها كلام ان العضله دي بيبقى بريزنت بيبقى اكتن والعضله اللي لو كتاب دول وموجود كده وممكن تستخدم كجرافت ايه معنى كجرافت؟ ارقع بيها انا عندي انسان حصل له حادث قطع له عضلات فليكسور انا عايز اشغل فليكسور تاني عايز من نفس البيشنت ده تندون احطه في ايه ليه انا بعمل كده عشان الجسم ما يرفضوش لما بجيب حاجه من بره احيانا الجسم يعملها ريجكشن للفوت يعمل انتي بادز للضغط فكلمه اوتو جرافت المكتوبه يعني بعمل جراف البيشنت منه فيه مش كام دلوقتي ما بجيبش بعمل حته تانية طبعا هي عضله مش مهمه كاكشن طب التندون بتاعها لو خدته وسكتته هنا على العضله الفليكسور الضرب السكينه باظت قوي او اي حاجه ممكن نستفيد بيه كاكشن وتستفيد من شغل عضله تاني فهي بتستخدم كده وليل كاوتوجن يبقى لو جيت في لجنه شفوي سالنا سؤال تعرف يا ابني عضله اسمها بلانتيرس ييز مين بريزنت مين بي ابسن والعضله دي تلاقيها عضلات في الطب ولا ملهاش ايوه ممكن نستخدمها كاولين اوتوجراف او ممكن اسال سؤال عكسيه عايز عضله ممكن استخدمها كاوتوجراف مش كام لا تبقى عضله بلانتيرس هقول حاجة للشطار والبعيد أو بيسمعوا. اللي حضر لو باخد أولاد الفيمر بتاعتي أبص عليه من بره. بس سألتكم سؤال صحيح قوي. لو دي عظمة فيمر بص لها من ورا كده أولاد. ده اللي هو بارت فيمر عامله كده. وادي كوندايت التون. ده ميتر سوبرا كوندايت اللاين وده رد. وهنا كان في لتا ابيكوندايت فوق ديبريشن صغير. العضله دي تتقابلت مين يا ولاد؟ تيبيا، والجماعه دي تبقى مين؟ تيبيا. وهنا في خط قال اسمه سوليا، وكان في ارش هنا اسمه ولاد تنس ارش. هل حد فينا يقدر يقول لي اورجن بتاع عضلات الباك اللي خدناها لغايه دلوقتي؟ مين اللي خد اورجن؟ من اول الجاستروكنيز. اعراب الميديا كوندايت تبقى مين؟ ميديا لاتا الجاستروكنيز. اعراب اللتا ابيكوندايت تبقى لاتر هيد اوف جاستروكينيز عند اللور بارت بتاع لاتر سوبرا كوندالا ريدج
والجزء من الليجمنت يبقى سبلنتاريز اللي تاخد اورجي من الابر سنت بتاع الباك اوف فيبر وباك اوف هيت اوف فيبر والتندرس ارم والسوليال لاين والميدل سنت عاملين عضله نازله دي اسمها سولياس اسمها ايه؟ سولي. هل حد فينا بيعمل انسبشن؟ عملت توكالكينيوس اللي سبب طرحه في الميدل بتاع بوستيريور سبب سوكالكينيوس اللي هو بتاع التخين ده مش كده؟ بس اضفنا ان البلانتيرز اتحدت معاهم يا ما اتحدتش معاهم النيرف سبلاي كله تكون نيرف ما عدا من السوليس دي اضاف النيرف سبلاي من تيبيال ومن بوستيريور اكشن بيعملوا بلاد ترفليكشن والبلانتيرز والجاستروكينيوس بتاخد الفليكشن على انهي جوين؟ على النيه جوين كلام جدا صراحه يعني الواحد لو معلم مذاكره بعد ما اللي ممكن ما وكده خلصت في خمس دقايق بس هم شايسين مش كام لا وبالتالي تبدا رمون اكشن تراين بلانت فريكشن ولا بلانت فريكشن الانكل لما ننزله لتحت زي اللي واقف على صوابه يبقى وزا جرافت ولا جنست جرافتي؟ اجنست جرافت وتوقفك على تكتيك صف قول انا رقصت الباليه لو تفتكروا بتنتقد عليا جدا عندنا عضله بقى اسمها الاسكيرس تعال نطها مش كام لا بلاش نروح كلنا كمان هروح احصل الاوبجيكتيف في عضله تاخد اورجي منين تعمل انسيرشن فين؟ حتى اسالكم سؤال بس بسرعه كده، حد فينا راكب بلمارس لوكس في القبر؟ بلمارس لوكس؟ كان 200 سنت فين؟ ايركس بتاع بلمار امينوس فريكس للتانك مش كده؟ بلانتات في اللور انتات في الكالكينيوس وفي بلانتر امينوس كان المفروض تكمل بيه ففي قصه بقى كده في الامبريولوجي شويه على خفيف كان المفروض البلانتاريز تقصد لغايه تحت. بس الكالكينيوس رجعت لورا كده عشان تعمل كعبك. فعملت ايه في فصلته؟ فالبلانتاريز اتسدت هنا والبلانتر ابيروس طلع منها هنا. يبقى بالتالي اي واحد فينا كده شويه لو سالتكم سؤال طلب كلهم العظمه ديت الكلام ده ملوش اهميه بس مره كده لو سخن في مخي النهارده. العظمه دي اسمها كالكينيوس رجع لورا كده. قالوا انت كنت عايز تقول ايه؟ البلانتيرز المفروض كانت تبقى زي البلانتيرز تنقص في كل حاجه، بمعنى انها كانت المفروض تنزل وتخش تكمل في فوق. فكان هي عايزه تعمل كده، مين اللي جات لها ورا دي؟ كالكينيوس. فقسمت. بقى البلانتيرز من هنا لهنا بس والبلانتر امينوروسس الصور ذا فود بدل بلانتر امينوروسس من تحت والفصل بينهم بقت تاني عظمه وليه لما كده كالكينيوس. فاعتقد الوضع مهم جدا تشبيه مستقل السهم سخن المخي تيبي بريزنت وبقى مارس لونجس في بريزنت مش كده لا والعضل حته لحمه طويله صغيره وتفضل هو حته لحمه صغيره طب العضل اللي فوق كان ببلمر ابيروسس تحت تبقى منتشره لما مين؟ مع ابيروسس انفصلت مع بعض مين اولاد لما كده الكالكينيوس لما رجعت لورا كده فصلت جزء فيها من فوق وجزء فيها من تحت ماشي كده؟ طب نسمع بوبليتيس بوبليتيس عضله مهمه جدا تاخد اورجن من الفيمر اي واحد فينا لما روح النهارده بس يا ريت يعمل كده طلع الفيمر بتاعته في البيت وذاكر عليه دي الهيد اوف فيمر يبقى كده مين؟ يبقى كده لا دي اللازر كوندايل تحته في جروف فين الارثيمر؟ فين في الارثيمر؟ عند اللاترال كوندايل تحت اللاترال ايبرو كوندايل الجروب ده اسمه بوبليتيا جروب بيبدا من تحت اللاترال ايبرو كوندايل ويمتد لفوق يعني انا جبت كبار فيمر وبصيت على اللور اند بتاعتها قلت اللي موجوده دي فيمر واللاترال كوندايل واللاترال ايبرو كوندايل انا بص من اللاترال سايد ولاقي جروب عليها كده مين الجروب ده بسميه؟ بوبليتيا جروف بسميه بوبليتيا جروف او بسميه بوبليتيا سابكس البوبليتيس تاخد اورجن من الانتيور اند بتاعته يبقى لما جيت اسوي الوسط ذا اورجن اوف بوبليتيس طلع من الانتيور اند من البوبليتيا جروف اللي هو بوبليتيا سابكس اللي مكانه فين؟ على اللاتر سيرفيس بتاع اللاتر بيلو لاترال الهاكونتا طبعا ما ينفعش الطالب ده عنده بين الامتحان شهرين ولا انا ما بصيتش عشان مزنوق ايه مزنوق؟ وما لما يبقى امتحان على اسبوع كمان فلما تقول طلع من كذا طلع كذا ما لقيتوش دخلت محاضره دخلت سكشن وريني يا دكتور فين الجروب اللي انتوا بتتكلموا عنه ده طب العمليه ما بقتش حقيقه مش مجرد ان انا بحفظ عشان اخلص ده بالنسبه لي الاورجن انسبشن العضله دي بتبدا جوه الني جوينت انت كابسول وتخرج من الكابسول انت كابسول اكسترا سيلو وتروح من الانسبشن فين في الفيما في الطبيعه امام الخط اللي اسمه سوليال لاين اسمها العضله ديت موبيليتيز
اسمها ايه؟ موبيليتيز. يبقى الموبيليتيز تحصل لها اورجن وانسرشن للدرجه 31. العضله الفاخده دي سميتها ولاد موبيليتيز. لو جيت سالتكم سؤال واتس ذا اورجن اوف موبيليتيز واتس ذا انسرشن اوف موبيليتيز بتاعتنا، الناس بتختلف في اولاد هتقول لي كده. اللي عندنا عندي اولاد العضله دي اسال بقى سؤال. انا بالنسبه لي لسه فانا كده سيمبليفايد العضله دي تبقى مين؟ فيمر. الاصفر ده يبقى مين؟ الكبسول بتاع جوينت اسمه ني جوينت. انا طالع من جوه الجوينت ليه؟ انا منقط كده. ليه منقط؟ عشان جوه الجوينت. طبعا ده هنا كده ومشيت جوه الجوينت تمام، وبعد ما مشيت جوه الجوينت قررت الكبسول خرج هو، وبعد كده جيت عامل فين وانسكتت في التيبيا ابقى اني خط بلاد سوريا لاين. انا في الرسمه دي رسمت اللاتر سيرفس الترتيبه، لاتر كوندايل ده لاتر ابر كوندايل وتحت جروف، والنقطه الحمراء دي تمثل مين؟ الاورجن. طبعا من الانتيريور اند بتاع الجروف اللي تحت اللاتر ابر كوندايل اسمه بوبليتر جروف. متفهم هذا الكلام؟ العضله لما بدات تمشي جوه الني جوينت نمره واحد وتخرج الكبسول نمره اثنين وتتسكت التيبيا اعماق السوريا لاين ثلاثه، العضله اللي سميتها بوبليتيز. النيرفس بتاعتك اسمه التيبيا نيرف للشطار بس والتانيين لا. التيبيا نيرف بيبقى ماشي بره كده ويطلع منه النرج بتاعها، يجي عامل ايه؟ يلف حوالين اللور بورد ويخشها من الديب سيرفس. يبقى لما ليه قلت بالبروتيات دي تاخد نرج السبلاي من انهي سيرفس؟ من الديب سيرفس. اللي بيحصل بتاع الصحيين والشطار بنقول لهم حاجه، لما اجي اشرح بني ادم الناس سامعني كويس، لو ببص من ورا لطلبه صحيين انا باخد اورجن من تحت الكوبليت الجروف اللي هنا تمام. لو ده الكبسول بتاع جوينت للطلبه الصحيه هتوافقوا معايا الجوينت بتاعنا ليه الكبسول بتاعنا كده 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 كده، ده جوينت تمام. والعضله تعمل ايه؟ تاخد اورجن من جوه الجوينت. بعد ما تاخد اورجن من جوه الجوينت تمشي من جواه وتمشي جواه وتخرج من الكبسول تطلع لبره. لو هي طلعت بره وخرجت الكبسول عملت كده مش جوه شويه وخرجت الكبسول وراحت عملت انسبشن في مين يا ولاد؟ في التيبيا اباب انهي خط يا ولاد؟ سوريا لاين. التيبيا النرف اللي حد فينا ذاكره يبقى مش عليها من بعض، التيبيا النرف بيبقى مش سوبر فيش ما حدش معترض ان شاء الله. لما يمشي التيبيا النرف عليها من بره قال الاولاد يعمل ايه التيبيا النرف؟ نازل لنا كده التيبيا النرف يديها برينج يلف كده ويخشها من انهي سيرفس يا ولاد؟ ديب سيرفس. يبقى بيقلل الشطار قوي لوجود ناس منهم كثير وكثير صراحه روح بيقول بعض حاجات زياده. فراجلين مع بعض يبقى لما اجي اسال في اللي هنا واقفه مين يا ولاد؟ تيبيا. والعضله الواقفه دي تبقى اسمها اوبليتيز. والنرف يمشي كده كتيبيا النار مش كده يعمل ايه النرف بتاعنا؟ يديها ويخشها من انهي سيرفس؟ من دي اكشن. الاكشن بتعمل فليكشن وتعمل انلوكينج اوف ذا ني جوينت. انلوكينج اوف ذا ني جوينت تتطلب ناس بتركز. موضوع سهل جدا جدا جدا. اللوكينج والانلوكينج ايه معنى بتلوك وايه معنى بتانلوك؟ بتقفل وتفتح. اللوكينج والانلوك قصته كالاتي يا ولاد. اي واحد فينا لما بيجي يعمل اكستنشن ان جوينت يعتمد على مين اللي اتحرك، التيبيا ولا الفيبر. الناس اللي قاعده صاحيه اسمها كويس قوي. وانا ماشي باجي فرد رجلي لقدام واعمل كده وافرد رجلي قدام، مين العظمه اللي بتتحرك؟ التيبيا ولا الفيبر؟ طب انت قاعد في المحاضره وخلصت المحاضره قاعد كده زيكم. التيبيا والرجل والفوت لابسين الارض. بدات تقوم بتقف كده العضله اللي اتحركت الفيمر لان دي بس على الارض واللي فردتك يمين فيمر. يبقى انا عندي نوعين من اللوكينج اللي هم مين ومين؟ لو التيبيا اللي بتتحرك او الفيمر بتتحرك. متفقين على هذا الكلام؟ لما اجي اقول انا هعمل اكستنشن لني كده اكستنشن لني كده مع الاكستنشن دوت انا جبت التيبيا للاخر. في اخر الاكستنشن التيبيا كيف الاتر ده اسمه لوكينج. بيحصل ازاي؟ خمس دقايق هتصدقوني ان شاء الله. انا من وانا فات سؤال سالتكم سؤال بقى. لو العظمه ديت ولاد تيبيا ودي فيمر وبدات اسال سؤال انا كده ده وضع اسمه فليكشن كده ميديا كده لاتر اللي هي هي انا كده فليكشن اكستنشن اكستنشن اكستنشن. في اخر اكستنشن التيبيا بتلف لاتر. مع لفتها اللاترال ديت اقول لكم ليه بيحصل بس ده اسمه لوكينج. ومع هذا اللوكينج العظيم كل الليجمنت اللي في الجوينت ما عدا واحد بوتنس والتنس والتنس. انت لو عندك حاجه ليها طول 5 سم ولفتها على حاجه ثانيه ولفتك انت تبقى تنس ولا تبقى ركس زي ما كده؟ تنس. فانت وانت كده وفردت الاكستنشن باللاترال روتيشن ده كل الحاجات اللي جوه الجوينت تبقى ايه؟ مشدوده على بعض تنس.
فالجوينت تشيلك تمام تبقى واقف عليه. في الحاله دي انت وصلت عملت نوكي بلاتر اوفيشال للتبي ار فيما عايز تفتح وتقرا من الاكشن لازم تعمل اكشن اسمه انلوك. لو انا افترضت كده مات انا ده وضع اسمه بلاد فليكشن وده اسمه اكستنشن وعملت حاجه اسمها لوكينج للجوينت هالبيترافيكال انت تمسك العظمه كده او انت دكتور بس انت على رجليك قد ما تقدر كده احنا عاملين كده الوضع بتاعي. طب الصحيين معلمين بقى البوبليتيس البوبليتيس سميلي اي قلم عشان مش هقدر اعمل اكتر من كده البوبليتيس واخده اورجن من تحت اللاتا ايبيكوندال الله لو بتفهم البوبليتيس واخده اورجن من تحت اللاتا ايبيكوندال الله لو بتفهم الاورجن تحت اللاتا ايبيكوندايل الله لو فهمته عامله كده الصباع اللي جاي العضله اللي نازله كده انا عامل لاتا روتيشن هي نازله كده من ورا شد على تيجي تعمل لها اني اكشن ميديا روتيشن فالليجم تتريلاكس التاني تعمل عمليه اسمها فليكشن وفي الحاله دي يبقى البوبليتيس عملت ال ان جوين للتيبيا ميديا روتيشن عملت ايه؟ ميديا روتيشن والميديا روتيشن ده اسمه الالوكن يبقى هي مسؤوليه الالوكن يبقى نرجع للوكن اللوكن ده حاجه ثانيه هنعرفها باذن الله يبقى تاني كاني ما شرحتش انا رجلي مبنيه كده تيبيا حركتها لقدام كده تيبيا وحركتها لقدام انا بمشي في اخر الاكستنشن في اخره التيبيا بتلف لها ليه هشرحه والله وانا فاهمه كويس قوي بل فعلا مسكت بقى الدكتور تاني كده وانا لفيت هدفت انا كده قال لي لا العظم نفسه من هو ضعيف مكسر انا عامل كده ما العضله جايه من تحت اللاتا الهدهية من تحت اللاتا الكوندايل ونازله كده لو شدت التيبيا تلفها كده تعملها اني اكشن او كده ميديا روتيشن ده الاكشن اللي اسمه بلاد انلوك ارتر استنى بقى اللي جاي ده اللي بيشوف يسمع مش اللي بيفهم اللي بيشوف تعالوا بقى مع بعض نشوف انت هتقولوا ايه خليه الوضع دوت المحاضره خلصت وانت قاعد يعني. انت قاعد عامل كده لما المحاضره بتخلص وانت قاعد تروح لكابتن الفيمر بتتحرك اللي جايه دي الاذكياء قوي كل بص على الفيمر برفعها كده اللور كوندايل بتوع الفيمر بيعملوا ايه؟ بيجوا لقدام ولا رجعوا لورا؟ بيرجعوا لورا مع رجوع الفيمر لورا اللور كوندايل هي كلها بتيجي لقدام كده لما الفيمر بتوعها بيلف رجعوا لورا كده اللاتر كوندايل بيثبت والميديا اللي بيلف حواليه التف الفيمر بتعمل حاجه اسمها ميديال روتيشن اللوكينج هنا هو ميديا روتيشن يمين على يمين لما كده فيمر على تيبي ازاي حصل احكيه والله انما اتليست نوقف على اللوكينج من نوع تاني يبقى لو بعمل اكستنشن والفيمر هنا بتتحرك والتيبيا ثابته على الارض بتفوت في اخر الاكستنشن الفيمر تقف كده وتيجي لفه عامله ميديا روتيشن فين اللي هيبقى فيمر؟ كده يبقى ميديا روتيشن كده لفه هي تلف كده ميديا روتيشن طب امسك كده دكتوره تاني لو فهمتوا على كده ولاد قال له ليه؟ اللي جاي بقى نسمعه. البوبليتيس واخد اورجن من هنا وست تاني. الانسرشن ولا هيشد على الارض. هنا عامله ميديا روتيشن البوبليتيس تبقى جاي من هنا وراح كده. فشد على الكيبر تعمل لها اني اكشن لا بس مين اكشن على مين بقى في الحاله ديت؟ انسرشن شد على الارض. وابتدت السؤال البوبليتيس بتعمل اكشن اسمه اللوكي. ايه هو الالف اللي بقى؟ حاجه من اتنين يا اما يا اما يا اما ايه يا اما ايه لما كده؟ يا اما ميديا روتيشن لتيبيا على الفيمر يا لاتا روتيشن لفيمر على تيبيا جريت اناتومي كتب حاجه جميله بس بتاع الكبار بتاع الصغيرين كتب في العضله ديت ما كتبش اورجن انسرشن كتب بروكسيمال اتاتشمنت وديستال اتاتشمنت هو ليه عمل كده؟ عشان هي شغاله على طول نوع كده ونوع كده مش كام؟ لما خدنا بكتورالس ماين اون اورجن اهو وانسرشن اهو تعمل ديبريشن واحيانا تساعد ديب انسبيريشن كانت تشد فوق زمان قوي مش كام ده احيانا انما انت هنا اللي هو قاعد جوايا في اللي هو ماشي وطالع مش كام ده يبقى عايز بس تربط التراكشن او بوبليتي حتى لو انتوا صاحيين عشان اسمه فريكشن وفي بدايه الفريكشن قبل ما تعمله لازم تعمل حاجه اسمها انلوك لوك يعني تقفل وانلوك يعني تفتح هي بتفتح هي مالها دعوه بالقفل بتفتح الجوينت قال لك طب لو التيبيا هي اللي عامله لاتر روتيشن تعمل لها ميديا روتيشن في الحاله دي الاورجن مش هتبقى انسرشن قالوا طب لو انت عندك الفيمر هنا اتحركت فبتعمل ايه الفيمر لما كده بتعمل لها لاتر روتيشن وده عكس اللي بيحصل وبتعمل السؤال يبقى العضله اولاد بوبليتيس اسمها ايه؟ طبعا الكتاب كتب لنا شويه معلومات ان العضله دي جزء من الفلور بتاع بوبليتا بص هي ما ينفعش تتهيفن وعند اللور بوردر بتاع الارض
البورده بتاعها اتكلم بقى اسمه مسيو، يعني بدينا شويه اهميه لها يعني اسمها الارضه دي سميتها بوليتيز. اللي هقوله ده بقى اولاد هديله دقيقتين بس. اللي فينا مخه نضيف قوي اسمعني والكلام يطنش خالص، بص هناك بقى معايا. الناس المحترفين المذاكره اللي ده بتيجي بره وهيذاكرها تاني. الميديال كوندايل بيبقى اوفر ان شيب واللاترال سيركل شيب، مين اطول؟ الميديال اطول من اللاترال بصمت كامل. يبقى لو جيت على التيبيا بصيت عليها من فوق حددت الميديال كوندايل واللاترال كوندايل، دي تيبيا كده ميديال كده لاترال، بصيت على التوب كوندايل هلاقي الميديال طويل واللاترال قصير شويه. انا بقى اسال ايه؟ عايز اقول ان انا وانا بعدني كده وضع فليكشن. بدات اعمل اكستنشن. لما بعمل اكستنشن يا اولاد اللاترال بيتحرك على اللاترال. بس عشان قصير الحركه بتاعته تخلص بدري. وفي ليجامنت اسمه انتيريو كروشيت ما نعرفوش. ثابت في اللاترال سايد ثابت الحركه. يبقى اللاترال سايد الحركه بتاعته تقف. انما مين ممكن يتحرك لقدام؟ النيل. لو عندك برجل، تعرف البرجل؟ بيرسم ايه؟ ده ما شاء الله والله. انا في الرجال باللغه العربيه الفصحى. لما بحط البرجل سن البرجل الحديد واجيب سن القلم الرصاص. يتحرك لقدام يمشي استكات ولا ليه؟ الحمد لله رب يلف. يبقى البرجر في البيت ده مش علاقه باللوك. يبقى اللوكينج بيحصل ايه بقى؟ انا بص يا دكتور التيبيا مبنيه كده وبدات هي اللي بتتحرك دلوقتي في مرتبط يعني اللي بيمشي بيتحرك رجله بيرش الكوره كده. انا التيبيا مبنيه كده بدات اكستند اكستند اكستند. مين اللي الحركه بتاعت ثبتت الاول؟ اللاتر لاكثر من سبب سطحه اتغير والليجرز اللي عندها حته ثبت الموفمنت بدات تتحرك. مين اللي ممكن يتحرك؟ مين؟ لو التيبيا اللي اتحرك قدام مع ثبات اللاترال هتعمل ايه التيبيا لو بعد كده؟ لازم تعمل لاترال تلف في بدايته وده اللوكينج بتاعك. في بدايه البوبليتيس تعمل ايه بقى؟ لو مسكنا كده قلنا البوبليتيس جايه من التيبيا روح على التيبيا تشدها تعمل لها ميديا روتيشن. هذا السؤال بقى كده الصح فيه. لو انا بمشي 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 وبحرك رجلي كده يبقى لسه بحرك ايه عضله مين؟ التيبيا. والتيبيا بقى في اخر الاكستنشن بتعمل ايه لو انا كده؟ لاترال روتيشن. وفي بدايته تعمل ميديا روتيشن. اللاترال روتيشن لوكينج عشان ابقى واقف رجلي شوف ايه؟ ليجامنت فين؟ كله مشدود ما اقدرش اثني الرجل من الوضع ده. لازم افكها تاني واريح الليجامنت وتتني. انما لو هي مشدوده كده قلت لها كله مش هتتني معايا يبقى عضله حاجه اسمها ان لوكينج. هسالكم سؤال صعب جدا، ايه هو اللوكينج؟ ايه هو اللوكينج؟ هو لاترال روتيشن للتيبيا على التيبيا، ده في اخر الاكستنشن. وفي تبقى التيبيا لفت وبقت تمام والليجن تمام وتشيل زي الفل. في بتاعت فليكشن لازم تعمل لها ميديا روتيشن تاني. لو انا سرقت التقييم وقفت على كده. اللي انا حاولت اوصله لكم ان الفيمر واقفه كده. لما تقيس الميديا الكوندايل اوف ذا فيمر من قدام لورا واللاتر ميديا الاطول. تمام. لما نوافق على هذا الكلام انت قاعد في المحاضره وبتقوم. قاعد وبتقوم يعني تبي والفيمر لابسين ارض. وانت قاعد كده والفيمر بدات تتفرد كده. لما بتعمل اكستنشن برضه اللاتر سايد هتقف. طيب انا قلت معاكم ملحوظه للشطار. لما برفع الفيمر كده اللور كوندايل بتوعنا بيجي قدام الرجل ورا بيرجعوا لورا. طب انا برفع كده اللاترال سايد بطلت تتحرك والميديا لسه بتتحرك تلف على الثابت وبترجع لورا تعمل انهي روتيشن لما كده ميديا ولا لاترال لما كده ميديا يبقى تلف حوالين كده تعمل انهي روتيشن مين يبقى ده لوكينج تاني يبقى لو في مره عملت لوكينج تعمل انهي روتيشن فيه ميديا ايه المبادئ ان عملت ميديا روتيشن؟ اولا ده فليكشن ده اكستنشن ده فليكشن ده اكستنشن ده وانا بعمل اكستنشن ايه اللي بيحصل في اللور هند بتاع في قدام الرجاله ورا 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 مين اللي ثابت؟ لا مين ممكن يرجع لورا؟ الميديا لو انت مثبت اللاتا والميديا ممكن يرجع لورا الفيمر تعمل اي روتيشن لما كده ميديا تلف على عكس الثابت فتعمل ميديا روتيشن في الحاله ديت يبقى الليجا بتبقى تنس وكلامين امسكي بقى الحظ تاني لو البوبليتيس كانها جايه من التيبيا وراحت للفيمر كده شدها تعمل لها اني اكشن لاترال وتعمل برضه ان لوكينج يبقى انا انواع لوكينج وكم نوع ان لوكينج تاني بقى ولين قال له ده هتعمل هي مين اللي بتتحرك التيبيا ولا الفيمر؟ لو التيبيا بتتحرك وتيجي لقدام وتلف لاترال
والالوكيشن يبقى 100 روتيشن. طب لو الفيمر هي اللي بتتحرك في اخر اكستنشن اللي في 100 وفي بدايه الفريكشن بتاعت الملفات، لازم مين اللي شغال على اللعب ده كله؟ موبيليتيز. هتاخدوا السؤال اللي يجاوبه بالرغم ان هنلاقي حرب في المدرج في المشرحه بعد كده والناس بتعترض، بس هم ما اعرفش مش فاهمين ولا فاهمين وبيستخبوا ولا ايه. مين اللي بتعمل لوكينج؟ مين العضله اللي بتعمل كده؟ كوادريسبس العضله اللي بتعمل اكستنشن. انت ميكانيكال ريزم، انت في اخر الاكستنشن عشان في ليجا بتتشد والعظمه بتتقطر من الثانيه وبتتحرك حصل اللوكنج. يبقى كان عمليه اللوكنج دي في اخر مين؟ الاكستنشن. وهي مين اللي بتعمل اكستنشن لما كده؟ كوادريسبس. في بعض الناس لها اراء غريبه جدا، يقول لك البايسبس بتعمل لها ترتيشن والكلام. البايسبس والكلام ده ما بيشتغلوش في جولت اللي في حاله الفليكشن، لو حد فينا قرا كده، يعملوا 100 دقيقه يا ولاد، انما عشان اشتغلوا في الاكستنشن انا بعمل طبيخ، يبقى لما امسح تقول تاني مين العضلات المسؤوله عن الاكستنشن بتاعنا؟ كوادريسبس. يبين في اخر الاكستنشن يبقى اللوكينج بتاع اللوكينج هو ميكانيكال ميكانيزم اتحكم فيها شكل العرض وليجمنت بتتشد. مش الكلام ده بقى، ثبت دايما انهي ناحيه اللازق واديت الحريه لانهي ناحيه الميديم. انا اسال سؤال، لو بعمل لوكينج بالتيبيا وبجيبها لقدام، التيبيا مين الاقوى؟ ميديا كوردال ولا لاترال؟ لاترال ميديا. تمام، لما التيبيا تبقى ميديا كوردال اقوى ويتحرك من ورا لقدام، مين الحركه تخلص عنده الاول ومين لسه بتستمر لما كده؟ اللاترال تخلص والليجمنت لما حد اسمه كروشيت يوقف الحركه، مين اللي باقي لنا بقى؟ الميديا. فالميديا اللي يقدر يتحرك لقدام مع ثبات اللاترال، لو اتحرك لقدام مع ثبات اللاترال تلف لاترال ولا تلف ميديا؟ لاترال. تلف ايه؟ لاترال. زي البرجر اثبته كده وحرك كده، الف كده حواليه، ثبت الحتاني واتحركت كده، عملت تاني روتيشن لمين؟ تيجي على الفيمر. طب انا قاعد وقفت كده بدات اعمل اكستنشن، اللور كوندايل بيرجع لورا، اللور كوندايل بيرجع لورا كده، كوندايل بتوع الفيمر كل ما رجع لورا كده الكوندايل، مين اللي ثبت الاول؟ اللاترال. مين ممكن لسه يتحرك؟ الميد. مثبت اللاترال، بتحرك الميد لورا، بتعمل انهي روتيشن لما كده؟ الميد. ده يبقى اسمه ايه؟ لوكينج. طيب عايز اعمل اللوكينج مش كده ده لازم اللي فاهم مين؟ لاترال. مين اللي بتلعب اللعبه دي؟ اي عضله؟ اوبليتيز اساسا. انت صحيح حد فينا تغير اوبليتيز بتاعت اورج منين؟ اوبليتيز يا جروب اللي تحت تاني بيكون دايت لاترال ومشيت انت ايه اكسترا جروب؟ اكسترا وخرجت الكبسول وانسكت فين؟ في الفيمر اباف خطس في تيجي اباف خطس اسمه سوري النيرفس سبلاي اكشن بتعمل فريكشن بس اهم منه بتعمل حاجه اسمها اللوكينج لان جوينت عمليه ني جوينت. اللوكينج ني جوينت ايه معنى اللوكينج ني جوينت؟ حد فينا تقول لي؟ ات ذا بيجيننج اوف فريكشن يا اما يا اما تعمل ايه او ايه معنى كده؟ يا اما ميت روتيشن لمين او لا روتيشن لمين بنشر ميت روتيشن لعظمه اسمها الله لاريتس ميت روتيشن الله ايه؟ للتيبيا او لا روتيشن. انا اسال سؤال بس انا بقى بحل الموضوع في اخر الاكستنشن وانا بعمل اكستنشن اخره كده يا اما التيبيا ايه يا التيمر ايه بقى لما كده يا التيبيا تلف ليه؟ عشان اللاترال سايد سيبتي والميديا اللي انت بتتحرك لقدام في اخر الاكستنشن لو الفيمر اللي بتتحرك الفيمر في مين؟ ليه؟ لان اللاترال ثابت والميديا بيرجع فاهم حاجه ولا مش فاهمين؟ والله مش باين مش كده لا العضله دي سميتها بليت لما كده بوبلي اسمها ايه؟ بوبلي والاكشن بتاعها بتعمل ايه؟ بتعمل حاجه اسمها ان لمين؟ نيجوين يعني بتفتحوا في حاجه اسمها لوكينج وحاجه اسمها هي اللي بتعمل لوكينج ولوكينج ربنا يستر عندنا بقى الثلاث عضلات دي مسلمين جدا الثلاث عضلات دي هم ثلاثة مسلمين جدا 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 يعني حقيقي حقيقي اسف ثلاث عضلات مش فاهم انا وليه اسف السؤال بس اتسال تحت هنا دلوقتي ليه فوق بتعمل ليه التيبيا بتعمل لات روتيشن؟ ليه التيبيا عملت لات روتيشن؟
الناتر ويف والدقه جايه لقدام والناحيه واقفه والناحيه بتتحرك لقدام. تعمل ايه لو كده؟ كده انا مسكت كده. انا ولاد الدنيا هنا جايه من ورا لقدام والفي مرايات عملت اكستنت. الناحيه اللافه بقت ثابته والتبيه لسه بتتحرك جاي لقدام بثبت اللافه وبحرك الميدا لقدام التبيه. تعمل ايه في الاخر؟ برجع ثبته كده وحركته لقدام يلف على الناحيه الثابته فالتبيه كده عملت اكستنشن اللاترال ثابته والميديا لسه بتتحرك لقدام. تلف اللاتا ولا ميديا؟ لا تلف مين؟ لا ده الحمد لله. امال اعترض عليه؟ الفيمر بقى كده بعمل اكستنشن الناحيه اللاترال ثابته بس اللور اند بتاع الفيمر عمال يرجع لورا. ما بتبص على مش الفيمر بعضها ده اللي بنصمم عليه الناس اللي بره بيقولوا ايه؟ لما بعمل اكستنشن كده اللور اند بتاع الفيمر بترجع لورا. انا مين اللي هيقف في الاول؟ اللاتر. طب الميديان بدا يرجع لورا واللاتر ثابت. تعمل ايه الفيمر لما كده؟ ميديا ما بتمشي مش كم؟ تاني عشان تبقي فاهمه هي عظم شكل مختلف الفيمر في حركتها انفردت بس اللور اند عماله ترجع لورا. فثبت اللاتر الميديا يبقى لسه بيرجع لورا فيلف حوالين الاكسس مش الميديا جايه لقدام. ثبت اللاترال والميديا لسه بيلف لقدام فثبت اني لوتشن لما كده لا تفتش. اللوكينج واللوكينج ده ما بيفهموش بعض الطلبه الباقي بقى مش فاهم. الحمد لله تعالوا بقى مع بعض كده ولاد تبقى هنا ده الاوضه ثبتها ايه؟ بوبليتيس. ثبتها ايه؟ بوبليتيس. بتعمل ايه البوبليتيس؟ بتعمل اللوكينج للنيجر. بتعمل ايه؟ فاهم ايه هو اللوكينج؟ يا اما ايه اما ايه؟ ماشي يا اما ايه اما ايه؟ يا ميت يا روتيشن للتبيا الفيما يا روتيشن للفيما ده اللوكينج ده اللوكينج. شوفوا وشها اتغير ازاي؟ طب ايه هو اللوكينج؟ لا روتيشن للتبيا الفيما او ميت يا روتيشن للفيما على الارض. تعالوا نسمع عندنا ادرس فليكسور ديستورم لونجاس وفليكسور هالس لونجاس وتبيالس بسيط. الثلاث عضلات دول مستحيلين جدا 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 صراحه. اللي هي مين؟ بوبليتيس؟ ده قلت لا تفضل المايه. انت جايب الكلام ده منين؟ والله قالوا كده؟ لما بعمل اكستنشن كده بس اللي باخد مني بقى صراحه. لا بروتكتد فاليو عليهم والموبايل ومش موبايل والكلام ده. قالوا ليه ده عشان ليه خص؟ قالوا ليه اسمعوا؟ طب ليه؟ ادخلنا بقى ولاد ولا ادخلنا نور كده يمكن نلاقي حل. قالوا ليه اسمعوا بقى معايا؟ العضله اللي كان عليها دي اسمها ولاد فليكستور هارس كومبس. ادعيكم تاني هنسمع قد ما نقدر نبقى ولاد قد ما تختاروا كده الدنيا حق. اولا ده الكلام ده من ورا. ايوه البتاع ده بس خالص على فكره لازم لمبه تتغير حقيقة على فكره بس انا فاكر بيبقى اوضح من الداتا شو. قالوا ولاد في حاجه باينه؟ انت شايف حاجه؟ اه ايه؟ قال ولاد لا بس اللمبه بايظه. طب خلاص يعني دي اللمبه دي يعني جابت اخر اخر تحضيرات عضلة هتفتح من باكم في بيلا في جملة هقولها اللي هيبقى معلم هنقط عضلة هتفتح من التكة وعضلة من في بيلا بينهم في بيلا من الترقصة فبريا العضلة في بيلا اسمها فليكسور هالوسيس لونجس واللي من التبيا فليكسور ديجيتال لونجس واللي في النص تبيالس بوستيريور. هنا في حاجة مش مظبوطة. هنا ايه؟ في شرط خلاف اكس عكاس الموضوع ده. الهالوسيس جت من الفيبيولا وهتروح تتصرف كبيرة.
سمك الميت ده طبعا بتاعتي كده. وتشتغل من ابني التانية وتروح لاتا فورتوز وتنام تصير واقعة في النص. ده معناه لو انت مخك كويس الفريكس والديجيتورم لونجس دي لما تتبع حياتها هتعدي على التجالس بوستيريور، ولما تنزل الفوت تعدي على الفليكسور على السلونجس وتختار السكشن في كام صابع أربعة. يبقى المنظر ده لو شايفينه كده الجيل يقدر يقول لي مين دي ومين دي ومين اللي في النص دي. نفتكر أولا اللي جاية من الفيلم اللي راح على الصفحة الكبيرة تبقى مين؟ الاكسوراز الحمد لله راح. أما اللي جت من التحية وتروح لنبقى فورتور ديجتور واللي في النص دي تبقى مين؟ تجاز. ده معناه إن التحية فريكس وديجتور بلونكس عشان تروح لصابعها هتروس تبقى مين ومين بقى لهم كده؟ هتعدي على تبيانس بوستيريور وعلى عضلة اسمها فليكسور هالوسس لونكس. مش كده اللي قالت تمام. الناس هتسمع لما تقدر معي وليه؟ يبقى عضلاتي ليها قصة صراحة الكورس بتاع التامبو. هي قصة من ظريفة قوي بس طبعا هنحتاج بيها ان شاء الله بإذن الله. الناس هتسمع كويس تبص معاك. عليها مش شوية عايزة تروح للصابع الكبير.
هتعمل فكرة تتخيل كده ماشي على الباك وبتتيك واحد. يبقى بعد اول حاجة هتروح تمشي على الباك وبتتيك. لما تمشي على الباك وبتتيك تكمل على الباك وبتتيك خلاص. تلاقي الجلوس تمشي فيه. بعد كده تيجي ماشي تحت السستنتيكل انت لاي. وتمشي في الفوت في حاجة اسمها السكند لاير. لغاية ما تعمل استرشن فين؟ في البلانتر سيرفيس اوف بيز اوف ديستال فارس اوف بيج تو. طبعا اسمها يجبرك انك توديها للصبع الكبير. واسمها يجبرك انك توديها للديستال فارس. مالهاش حل تاني. اسمها فليكسور هالوسيس لونجس. مالكش اي اختيار في الانسرشن ده. الكورف بتاع التندون هو بتاع الاسكيل. والباقيين مش هيقفوا. اصلا لما تيجي تقول لي العضله الاولى الاورج منين؟ ما حدش صار حاجه. انا بالصوت لما حدش ساكت صرف كده معايا. انا ولاد اللي عندي دوت يا ولاد اللي عندنا ده ولاد اللي عندي ده ولاد دي تبيا ودي دي ودي في الفوت الفوت والله بتطلع